السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. ان شاء الله السنة الجديدة تكون سنة خير عليكم وعلينا وعلى أمة محمد بإذن واحد الأحد يا حبايبي يا طيبين، وعلى كل العرب طبعا. اليوم اخوتي العنوان هذا الفيديو هذا النهار اكبرت ومازال ما تزوجت. نهضروا نعطيو شويه ديال الامل لهاد خوتنا، وبغينا نقول لهم كل زرع ليه ربي كيجيب ليه كيالو، وما تقلقيش وخلي املك. حبايبي يا طيبين ما تنسوش ديروا اللايك وتشتركوا في القناه يوصلكم كل جديد. انتم مقصرين معايا بزاف بزاف بزاف، كنحط الفيديوهات ما فيش مش عارفه غندير معكم ايش، يعني ما كاينش ابدا ابدا ما كاينش تفاعل مع الفيديوهات يا حيا حبايبي يا طيبين. المهم اللي هو الفيديو ده هذا النهار للاخوات اللي تيكونوا شويه غير كبروا شي شويه، كتمشي كتقلق كتعصب، كيجيها انهيار عصبي، كتمشي دير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. يعني المفروض اختي الحبيبه قلبي على راسك، ما نقولوش قلبي تزوجي، قولي لشي وحده مثلا مش عيبه وحرام، قول شي وحده الا بغى شي واحد يتزوج انا باغي نتزوج. يعني بالعكس اللي هرب للزواج هرب للطاعه. اختي الطيبه اوكي، ونتمنى يا ربي للاخوات ما يكونوا صغار، ما يكونوش كي تشرطوا، كيقولوا اللي تشرط يفر اللي تشرط يفرط، والله ما عرفتش اللي كيقولوا لهذاك المثل المغربيه ديالنا يا حبايبي يا طيبين. نسي ربي هادي يرزقك ويا ربي تفرحك وتفرح كل وحدة بغت تغطي راسها بالحلال، بغت تدير وليداتها، بغت تكون واحد الفضاء خاص بها ان شاء الله. ليش لا؟ ربي ان شاء الله غادي يوفقها باذن واحد الاحد يا طيبين يا حبايبي يا غاليين. لهذا ليش لا؟ يعني ولا شنو وحده السن كبيره شنو نتزوجوا بها؟ يعني بحال اللي قلت يا حبايبي يا طيبين، الا شفنا شي وحده مثلا كبيره واش نقول كبيره في السن، يعني تكون ناضجه، هذه خص يعني المراه الناضجه الصراحه. كتلقى واحد عنده 40 45 نقول لها لا عندها 20 سنه، 20 سنه تديك على قفاك بحال اللي تقول خوتنا المصريين. فرح شي وحده نقولوا ما عندهاش، نقولوا على قد الحال شاد حقها، كنقولوا شاد حقها في الزين، يعني ما خصش شي وحده تكون كتبري ولا كتلمع. المهم الواحد اهم شيء الزين الزين الزين، لازم الفعال وزين العقل. فعلا ربي كيحب الجمال والجمال حبه مولانا، ولكن كاين جمال الروح، جمال احسن شيء جمال الروح، بلا ما نزيد نبقى نهضر الهضره زايده ما عندهاش. جمال الروح افضل حبايبي يا طيبين. اللي كيقول اخونا الفنان الغالي الطيب الداودي، انت ما تقلقيش، كي كيقولوا تبتي وحسني وكوني صباره، اللي ما جابته محبه ما يجيب حزاره. اخوتي الطيبه، لهذا بغيت نقول لك ان شاء الله ربي حيرزقك مادام انت كتبغي تكملي نص الدين ديالك، وانت طبعا يا اختي الفاضله كتسعي الحاجة فيها الخير، ربي ما غاديش يخيبك، بقاي زي ما انتي مسترة وقلبي على راسك بالطور، وقت تكون مزيانة وصي هادي وصي هادي عائلتك طبعا، حتى هي مش عيب، مش عيب تقلبي على راسك تغطي راسك، هذا لا هو عيب ولا هو حرام. الزواج اللي هرب الزواج هرب للطاعة كي قالوا سيادنا الولا، ولا تسيقي الكلام القوالة بحال تبتي وحسني وكونوا صبارة، اللي ما جبتهم محبة ما يجيب بحزارة، ولا تصمتي الكلام القوالة. الناس كتهضر بزاف، اللي بغى يهضر اللي قال لك فلان غدا السوق قول له سير اركب الحديد ديالك وسير تسوق، يعني انت ما تسوقيش بتاتا، خليكي زي ما انت شريفة عفيفة، واطلبي الله سبحانه وتعالى في الاول تاني قلبي وسطي صحاباتك وسطي جيرانك. المهم غنبقى نعيط في الهضرة بزاف، ونصلي الله ان شاء الله يا رب يا رب ربي ان شاء الله يفرح كل وحده يا رب. والله اول شيء كيتفرح الدريه، او ثاني شيء كتفرح الام، فرحه الام لا تحصى ولا تعد. احنا في الاغاني الشعبيه ديالنا تيقولوا فرحي يا لالا سعدي يا لالا، زوجت بنيتي وحيدت الام عليا. يعني شوف احنا كيفاش الام المغربيه سبحان الله كيكون عندها حمل ثقيل، طبعا ما نساوش الاباء
كيكون عندها الحمل ثقيل، خاصها توصل ديك الامانه لبلاصتها، تزوج بنتها، تفرح بها. تحيه لكل الامهات اللي يوصل كيربوا بناتهم تربيه حسنه، وتيوصلوا بناتهم ان شاء الله لزواجهم. تحيه لكل ام مغربيه وكل ام عربيه، تحيه لها كنقدم لها انا معكم ام محمد، كنقدم لها تحيه كبيره كبيره. والاباء طبعا ما نساوهمش، والاخوان بالعكس انا كيعجبوني دوك الخوت اللي تيكونوا مثلا تيهضروا كي واحد صاحبه في الخدمه الا شافوه مزيان وشافوه طيب، مش مشكله وعيب انه يجيب له اخته عريس تزوج، يزوج اختو حتى هو كيكون عنده واحد كتكون عنده واحد العزوه نفسيه يعني طبعا، وتيبقى ما شاء الله تيفرح حتى هو لاختو. يعني مسؤوليه، مش مسؤوليه الوريده ديالك بس، مسؤوليه ديالكم، مسؤوليه ديال الاب. ولا كنشوف شي ناس مثلا عندهم بنت وحده وباها كاين وامها كاين، عشان ما تيقدوش يا حبايبي يا طيبين، استغناو ديك البنت ماشي محبه فيها، لا للاسف الشديد كيخصهم يحرصوا على ديك الدريه، ما كاينش اللي تصبن، ما كاينش اللي طيب، ما كاينش، كيخليو ديك البنت كيجي عدالها تيبقاو يوقفوا لها. لا اله الا الله، الله اللي يوقف شي وحده، واللي لا اللي البنت وافقت، البنت وافقت وهو وافق، ما عليك انت يا ولي الامر ولا يا ولي الامر الا تقولي الله يبارك، مش عشان نخلي هذيك الدريه تسيق لك وتصب لك. وانت يا حبيبتي يا قلبي، انت هذيك راه بنيتك. بالعكس انا كنهضر بعض الامهات، انا قبيله قدمت تحيه الامهات اللي كيوصلوا بناتهم ويديو رسالتهم كما وصل عليها الرسول عليه الصلاه والسلام. قالك اللي عنده ثلاثة البنات وربهم وزوجهم راه ليها راه الجنه، يا ربي تكونوا ان شاء الله تلاقوا جميعا في الجنه باذن واحد احد يا حبايبي طيبين. انت ماشي بحال اللي كاين بعض الامهات، تنهضر على واحد الفئه بسيطه جدا اللي كتخلي بناتها باش تبقى تسيق لها وتخمل لها او تتخدم عليها او كتحرمها من الحق ديالها في الزواج، من تبني واحد العيله، واحد تكون عندها واحد الاستقرار. منين البنت كتقول على من ما يكبر ولدي ونزوجو ونجيب عروسه، يا سلام، تسني لين ما يكبر ولدك وتزوجيه يا حبيبتك طيبه وتجيبي ليه العروسه، باش انتيا ما قداش انك تشقي ولا تصيقي ولا تصبني. زوجي اخوي تحداك وخليها تجي اختي تصيق لك وتصب لك، ولكن تبقى فطرها طبعا تزوج وشوف حياتك ولوليداتك كما ولتيهم انت وكما فرحتي بحالك. هاد النصيحه تنوجه للامهات اللي هما بهاد الاسلوب. ايوا اش نقول لكم اخوتي يا حبايبي يا طيبين، هو هذا اليوم كل زرع تيجيبو اختي الفاضله كيجيب ربي كيالو. تبتي وحسني، كوني صباره، اللي ما جابته بحبه ما يجيب حزاره. هو هذا اللي بغيت نقول لك. ما تنساوش حبايبي الطيبين لايك ثم لايك عيطني ثم لايك، لا بارك عليكم لايك، هذه خلاص. اختكم فضلا وليس امرا، اختكم محمد يعني فضلا وليس امرا. بارطاجيو الفيديوهات، يوصلكم كل جديد، كنجيب لكم الكلمات كلمه خفيفه ظريفه ونصيحه لكل الاخوات، يعني نصيحه من اختهم في الله. يعني هذه يعني كنشوف انا صحباتي شحال وقع لهم مشكلتها، كتخرج الدريه يا كتهز الراس يا كتهرب، وبعدين يجي الفص في الراس. هي تصبر وتثبت، وانت حاول تجيب عريس لبنتك. كيقولوا المصريين اخطب لبنتك ولا تخطفش لابنك. ايوا اخطب، اسمعي اخويتي، خطبي لبنتك ما تخطبيش لولدك. ولدك عنده وين تمشي يخطب؟ لما بنتك عندك في الدار انت تخطبي لها. اوكي الحبيبه ديالي، ايوا هو هذا. نعاود بالصمت كذا كذا كذا، واشترك كتفرج في شي فيديو اشترك فيه، وحنا نتعاونوا مع بعضنا وكنجيبوا شي حاجه باش نفرحوا الاخوات والاخوان. مازال عندي فيديوهات، عندي صراحه مش ما كتشجعونيش، ما كاينش تشجيع بتاتا بتاتا بتاتا. لايك اشتراك، وصلكم كل جديد، والسلام عليكم، دمتم في امان الله.